بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا حبايبي، عشر مبارك إن شاء الله. طلعنا، المفروض الآن يطلع بعد البث للعرض الأول. هلا وغلا حبايبي، هلا هلا وسهلا، عشر مبارك عليكم جميعا يا رب. حبايبي هذه الدعايات بدأت، بدأ العد التنازلي. يا سلام، مين معانا هنا؟ يا هلا والله، يا هلا بحنان. طبعا أنا معاكم هنا في البث المباشر في التيك توك كالعادة، والدردشة اللي يحب يكتب شيء يقدر يدخل على الفيديو اللي الآن باقي له دقيقة واحدة إن شاء الله ويطلع. مين اللي معانا هنا؟ ما شاء الله، حنان ومنى وبسومة وفريدة ومنى أحمد، منيرة هلا وسهلا، أبرار البلوشي هلا بكم، رنوش هلا وسهلا، حمد الغامدي من بعد الأسامي، عبد المحسن حميد هلا وسهلا، بحت عشق هلا وسهلا. اللي يحب يكتب شيء كل عام وانتم بخير وعشر مبارك ان شاء الله. تقدروا تخشوا على قناتي في اليوتيوب للعرض الاول، تقدروا تكتبوا اللي تبغوه هنا اذا حابين، واللي حاب بس يتابعنا هنا في البث على تيك توك. الله يسعدكم، كل عام وانتم بخير. مين بعد؟ مين بعد؟ قلنا حمدة، قلنا حنان العتيبي، منيرة قلنا صح؟ ايه. العامر هلا وسهلا، بي اي جي او، بدأ. الله 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 الله، يا سلام. كل الناس يا صغرة من كثر باعوا بعيد وشوفوا مكسر الكوكا. الكوكا كل الناس يا صغرة من كثر باعوا بعيد وشوفوا مكسر. إذا طالتوا حياكم على قناة العشق وقت تقيل ويسافر الكوكب اللي تقول الناس يا صغرى من كتر ما هو بعيد وشوفهم قاسر. إذا طالتوا الخلو شبر في صدره يلقى بالعشق وقت تقيل ويسافر. يا هلا وغلا فيكم. هذه من الأرشيفات ومن اللقاءات المهمة جدا في حياتي، حبيت أني أشارككم وأطلع معاكم وأبارك لكم بالعشر الأواخر. واسمعوا معانا هاللقاء الجميل. لا 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 فاش جالدين بالتركي لانه بيتكلم ما شاء الله تركي، فبقول له مرحبا بالتركي. وانا ورد عليه من فاش جالدين، اهلا وسهلا، مرحبا فيك، مش بردك اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بالحبيب. فاش جالدين يعني اهلا وسهلا. ما شاء الله تركي مع موجه المسلسلات من فتره وفارسي وكمان اغاني هندي ما شاء الله منوعه. بس خلينا نسالك عن اغنيه سمعناها قبل شويه. نعم. طبعا اغنيه كوكب صاحب سمو الملك الامير بدر العمري. طبعا اللي حاب يتابع الفيديو هذا واللقاء موجود الان على قناتي لايف، واحيي كل الموجودين، ماجد الربيع والهنوف هلا وسهلا، شروق هلا بكم، العنزيه هلا وسهلا، ريم القحطاني وانا احبك الله يسعدك، العنزيه الله عليك والله عليكم، سلوى هلا بك انتم من بعد، هلا بكم انتم، ابغى اقول وانتي انتم، ريم القحطاني هلا وسهلا وانا احبكم، منيره هلا وسهلا. فعلا من اجمل اللقاءات موجوده الان لايف على قناتي. شكرا لكل الحاضرين هنا، حياكم الله وعشر مباركه مره ثانيه وكل عام انتم بخير. بالفعل بالفعل خليك تمر بحياتك الكوكب اللي تقول الناس يا صغر. فعلا برضو رسالتها ان يعني الانسان الناجح يعني انك كفايه تدمروا او تذبحوه يعني، وإذا تبغوا تذبحوه خلوا بس على الأقل شوية إنه يتنفس. فهو يقول
مثل هالشيء هذا بصوره انه الكوكب اللي تقول الانسان اللي ما يقدر يشوف جوهر يقول نجمه صغيره هو اللي عنده كسور شوفه. علشان كذا انا اخترت هذا النص الكوكب اللي تقول الناس يا صغره من كثر ما هو بعيد وشوفهم قاصر. خلوا شبره في صدره يلقاه بهالعيش وقت يسافر انه على الاقل خلوا يعيش يقدر يتنفس كثير. لقاء حلو وكلام مهم. قصة اختياري لأغنية الكوكب اللي هي كلمات الأمير بدر عبد المحسن موجودة الآن بالفيديو بالتفصيل وإن شاء الله بنزلها في حسابي في التيك توك بالتفصيل بعد. طبعا قبل ما نتعامل اللي حاب يشوفها لايك يقدر يدخل القناة. لازم أعرف إحساب هندسة الكهرباء معك. انت دارس هندسه؟ نعم مهندس كهرباء. فعلا شكرا مثل ما قلت لك اول لقاء. انا سعيد اني اجي عندكم تستضيفوني مره ثانيه رغم اني كنت انا اول واحد او رجل تستضيفوه في الكلام نواعي من ست سنوات ما شاء الله. انا سعيد اني اكون معكم للمره الثالثه. انت في ديسيتي وقتها كنت لسه ما تخرجت الفيديو اللي تحبوا تشوفوه ادخلوا على قناتي الان جواد العلي او جواد العلي سايد او جواد العلي كان هذا تخصصي. انا بديت في الفن لايف وموجودين في الدردشه جامعة. وبدأت في نفس السنة أولى. شكرا يا حنان. نعم الله يرحمها الدكتورة طبعا الله يرحمها. أي والله قالوا لا أنه ما تأثر وكان عندهم كوكبة الأحاسيس. جواد أهلا فيكم. أهلا بصلو ريم سلوى العامر يبان اسمك ALEH بدر الدين الجوجو. هلا وسهلا عليكم السلام. الله في بدايتك. نعم كنت قاعد عم بتذكر قديش انت خجول وعم تحكي وبتحكي هيك ايه خجل هلا قاعد يعني وثق من نفسك وثق الخطوه يمشي ملكا بالفعل وثق الخطوه يمشي ملكا يا حبيبي. خبرني بهالفتره الطويله هاي عليا انا على قريت الان اسمك عليا العام. هلا وسهلا وحنان شكرا لك فعلا كلب واغنيه الكوكب الغالي مميزه فعلا العنزية. كل ما شفت جواد العام شفتك على عسى ايامك كلها سعاده طبعا كثير نايا نزار. هلا وسهلا انا محظوظ اول شيء بان معليش يا نايا بس انا معاكم هنا ومحظوظ برضه ان ربنا سبحانه وتعالى يعني اعطاني قلبه وبدره زينه يعني الحمد لله. وثمرت مع اهلي اللي ربوني كويس. اي والله الله يحفظها لنا اللي ربونا زين مع تجاربي حبيت احس يعني بمدى النعمه اللي انا كنت فيها بتربيه اهلي يعني كيف اخلاقياتي وكيف قدرت استفيد من اي تجربه سواء قاسيه او سواء حلوه يعني استفيد منها بشكل ايجابي يعني دائما استفيد منها واتعلم منها وهذا اللي يخليك تشوفي الفرق اللي شايفاه يعني الحمد لله الله يثبتنا ويعطيني يعني برضه الصحه اني اقدر دائما ان شاء الله الله يديني دائما اسعدكم يا حبايبي الله يحفظكم اغانيك ودائما بتفاجئ الناس ايشي دوت حبايبي من بعد مسومة. هلا وسهلا وانا قلت الاسامي موجودين من اول يعني ما طلع روحاني عادي. هلا وسهلا ايش الجاي؟ والله شوف خليني اول شيء يعني استعرض لكم هالمشوار اللي 11 سنه تقريبا يعني كنت سعيد انا من سنه 2000 اللي كنت انا شراره مثلا تعاملنا مع الاتراك يعني فعلا يا جماعه من سنه 2000 كنت انا شراره التعامل مع الفن التركي والاغاني التركيه مع الموزع كرم اكتر تحيه له تعاملت مع الفنان احمد يكشملار مرحبا كرم بي تحيه له تحيه لكل اخواننا في تركيا مشهوره سوبر جام بتركيا يعني والحمد لله فعلا سعيد فعلا سعيد باني شراره التعاون اللي صار بعدين في المسلسلات يعني شيء يسعدك عارف لما انت تسوي شيء كان هدفك منه فني ويصير شيء كبير ويصير توجه الموسيقي في تركيا والتوجه شكرا بس مره ما تركب ما تسكرها هذه الحين ما تركب مره الله يسعدك شكرا يا حبايبي شكرا اللي حطها لنا تحياتي لكم فارجع اقول لكم ان الواحد سعيد انه شراره التعامل مع الموسيقيين والموسيقى والاغاني التركيه طبعا في جيلك يوم في اساليني اغنيتي مع سبلجان مجنون ليلى الحمد لله الحمد لله وطبعا شكر لكم وتقدير طبعا بتتكلم عن الهند ايش الحاجات اللي حسيت عجبتك في الهند والله الهند التعامل
الهندي هل اليوغا هل في يكون في مفاجاه في اخر الفيديو والله اشياء كثيره فنيا افلامهم مثلا شروق تقول عشر مبارك عليكم علينا وعليك حنان تقول الله يسعدك وهذا يعني الفيديو احنا مختارين يعني اشكر المكتبه واللي تأشر المكتبه مجهودهم والمونتير اشكرهم كثير على هالمفاجاه الحلوه واللي شجعتني اطلع وبارك لكم بالعشر الاواخر وفي نفس الوقت نشكرهم على مجهودهم ونستمتع معهم بهذا الفيديو نعم من بعد شروق وحنان العتيبي العنزيه هند محمد وحشتوني وانت وحشتوني بعد بسومه هلا وسهلا حمد الغامدي عليا هلا وسهلا ابرار البلوشي نايا نزار من بعد سلوى وقلنا كوكبة الإحساس وبها عبد المحسن وريم القحطاني من بعد ما قلنا اسمه والهنوف وهيمي هيمي أو H-E-M-I هيمي يا ريت توضحنا اسمك من كذا تلقى هلا وسهلا فيكم حمدة تقول كان أجمل لقاء شكرا الله بأمر الحب يا جماعة بأمر الحب فعلا مع الفنانة شكرا معقولة أنا فوت السؤال مش معقولة الله نسمع مع بعض الله تراهي بس روبرو تربن تربن يا زندقي جسم جسد له بالك هي عرزو تراهي بس روبرو تربن يا زندقي جسم جسد جدعك فعل نهوغ يا آجا قرب سائنگ كريم جدعك فعل نهوغ يا آجا قرب سائنگ كريم نايا والعنزية وعليا وحمد الغامدي حنان بسومة هند شروق سلوى منيرة أبرار الله يسعدكم تسلم وتسلم وسلوى قلنا الله يحفظكم وعبد المحسن شكرا لكل الموجودين كانوا معنا هنا في الفيديو طبعا أغنية بأمر الحب مع الفنانة تشترا الحاصلة على ناشونال أورد من أهم الأصوات في الهند الحمد لله توفقنا بهالعمل كلمات الله يرحم الشاعر الناصر شيخ خالد المحفوظ وألحاني وتوزيع كرم أكتان تحية له شك تشكر درم كرم طبعا وعملنا لها أكثر من فيرجن لو تتذكروا في أمر الحب عملناها بالهندي وبالعربي والهندي وعملنا بالعربي والهندي والتركي وحتى شاركتنا الفنانة غمزة أكتان برضو من تركيا في العمل فكنا أربع فنانين وكرم طبعا فكان كرم وغمزة أكتان وتشترا وأنا وكنا مع الممثلة شردة المعروفة في برضو في الهند فكان عمل جميل سعدت فيه كثير يعني ذكريات جميلة جدا الواحد سعيد زي ما قلنا انه كان اول شيء شرارة من سنة 2000 يعني كنت
من يعني اللي عملوا شرارة التعامل مع الأتراك بموسيقاهم بأغانيهم، والحمد لله أن الواحد هالإنجاز سجل التاريخ، رغم أنه ما كان يسعى الواحد للحصول على لقب أول أو للحصول على أكثر مشاهدة ولا الأول إنسان راح لتركيا، ولكن سجل التاريخ ولله الحمد أن جواد العلي هو يعني أول شرارة التعامل مع الموسيقيين الأتراك، و دوتو التركي اللي كان بيني وبين الفنانة حزن تحية لها في أغنية تسأليني، وبعد كذا توالت الحمد لله الأعمال، أغنية تيجي لك يوم اللي حققت النجاح الكبير الحمد لله، اللي تغنتها برضو هي بلحن تركي وباللغة الفارسية مع الفنان سمان، وكان بعد كذا أغنية سبلجان برضو بالتركية مجنون ليلى، وتحية طبعا لسبلجان لأنها أخذت من كثر ما حبت أعمالنا وحبت حتى الوجود العربي ذاك الوقت في تركيا، فحبت هي بعد توثق وتحيينا إحنا كعرب، فأخذت أغنية وجه الخير وغنتها سن بنمسن، سن بنمسن يا وجه الخير سن بنمسن، يعني كان من أحلى الأشياء اللي صارت في حياتي إن فنان أو فنانة يعني فنان من تركيا أو من عالم آخر، واللي هي الفنانة سبلجان أخذت أغنية لي، وأنا أعتبر لازلت في بداياتي وأعتبر نفسي وأعتبر نفسي أني من جمهورها الحمد لله، كان شيء جميل. وطبعا أغنية الكوكب اللي كانت في أول هالفيديو اللي سووه عندي المكتب الإعلامي من تسجيل لحفلة لأغنية الكوكب، إن شاء الله برضو بتكون متوفرة الحفلة هذه في كل المنصات وفي قناتي، سمعناكم منها مقطع، هو الآن موجود على قناتي في اليوتيوب تقدروا تخشوا تشوفوه. هالأغنية زي ما قلت لكم الكوكب اللي تقول الناس يا صغرة من كثر ما هو بعيد وشوفهم قاصر، إن أحيانا ممكن الإنسان اللي حولك سواء صديق أو سواء قريب ما يشوف جوهرك، ما يشوف إنسانيتك، ما يشوف جمال روحك، أو ما يشوف موهبتك، أو ما يقدر قيمتك في حياته، فيشوفك صغير أو يخليك تمر في حياته مرور الكرام ما يحافظ عليك. يعني حسيت هذا النص يلامسنا إحنا جميعا، أي إنسان يعني سواء صديقة أو أخوه أو قريبة أو عرفته أو في شغله أو البارتنر شريكة في الشغل أو حتى في العمل أو فنان أو شاعر أو رسام أو أي إنسان مش مقدرة موهبته أو مش شايفين جوهرة أنه رجل أمين، إنسانة أمينة، إنسانة صادقة، صديقتها ما قدرت هالأمانة وخسرتها عرفتي أو شلون، أو ما قدرت تحافظ عليها، فالبيت هذا كنوع من زي ما يقولوا التفاؤل، والواحد يعتز بجوهره، يعني ما يعرف ان العيب في الشخص اللي امامه، ان الانسان ما قدر يشوف قيمته، يعني لان انت الكوكب كبير، يعني اول ما كان عندنا تلسكوب نشوفها مثلا عارف، او المناظير نشوفها نجمه صغيره، بس يوم شفناها او يوم اخترعنا التلسكوب او اخترعنا المناظير قدرنا نشوف هذا كوكب، عرفت؟ هو هذا هو التصوير، ان انت مش شايف جوهر اللي امامك لأن أنت في قصور. الشخص اللي ما يقدر يشوف جوهر الإنسان اللي أمامه أو موهبته أو يقدر مجهوده أو صداقته أو أمانته أو جوه الحلو أو موهبته، فالعيب في الشخص نفسه مش في الإنسان الموهوب. علشان كذا يعني مهندس الأغنية الأمير بدر عبد المحسن كان مستغرب من اختياري لهذا النص، وأنا في بداياتي يعني إن ما بحثت عن الكلمة البسيطة، بحثت عن العمق. الكوكب اللي تصوير جميل منه أحييه وأقول لك العام بخير إذا يتابعنا في البث، فالكوكب اللي تقول الناس يا صغرة يا صغرة، يقول من كثر ما هو بعيد وشوفهم قاصر، يعني الإنسان هو شوفهم قاصر. وطبعا دائما يحاولوا، انتم عارفين في الحياة الإنسان الأمين يحاولوا يدمروا، أو الإنسان اللي جوه حلو محبوب أو موهوب، يعني إذا في الإنسان مريض اللي مقابله وفي حسد يقول لك يا وش هذا، عارف يحاول ينتقص من قيمة الشخص أو من قيمة أخلاقياته أو من قيمة موهبته، فممكن يجرح بكلام، ممكن يخليه مرمر الكرام، ممكن يخسره، ممكن يحاول ينتقص من موهبته، فهو يقول هنا إذا طعنتوه خلوا شبر في صدره، يعني إذا أنتوا حابين يعني تدمروا أو حابين
تنشروا هالقبح اللي في روحكم وهالسوء، إذا طعنتوا خلوا شبر في صدره يلقى به العشق وقت يقيم ويسافر. يعني تصوير جميل حقيقي، يعني الأمير بدر يعني أغنية فيها عمق، وأنا متأكد أن أي إنسان من الجمهور الكريم حتى الآن اللي تسمعوني من تسمعوا العمل يعني حتى ما يحتاج لها الشرح الكثير، بتحسوا بتفهموا المعنى المقصود، لأن أكيد أنتم مريتوا بهالتجربة، أكيد صديق خانكم، أكيد صديق ما قدركم، أو صديقة ما قدرت صديقتها، أو موظف زملاء خسروه لأنه كان هو أمين وكويس مثلا ما شافوا جوهرة، أو إنسان موهوب ما دعمنا هالموهبة فتأثر أو كذا عرفته، أو يعني هذه أكيد الكل تجربة للجميع، يعني الجميع مر فيها أكيد. فدائما تذكر ان الكوكب اللي تقول الناس نعم افتخر بنفسك وافتخر بموهبتك، كن على ثقة يعني، فهمت؟ فأي إنسان أو إنسانة يعني افتخري بجوهرك، يعني إذا الشخص اللي أمامك ما قدرك أو ما قدرك أو ما قدرتك صديقتك ولا شافت الأمانة هذه اللي فيك ولا شافت هالمزايا الجميلة وجوهرك الثمين، بسلامتها أو بسلامتها يعني، هو القصور فيه هو، مش نقول والله أنا طيب أنا طيبتي أنا خطأي طيبتي، لا بالعكس، هي الجوهرك هذا الطيب أو الأخلاق العالية هذا جوهر. وحتى في أبيات كثير جميلة جوا في النهاية بعد، إن اللي كثيرة كثير أو اللي قليلة قليل الجوهر النادر، يعني شيء جميل. نعم لازم كلنا نفتخر بمزايانا بما وهبنا الله من نعم، من أخلاق، من قلب طيب ما يؤذي، من إنسان أمين، من إنسان صادق أو إنسان صادقة ما تحب تكذب، ما تحب تجامل، ما تحب تأذي، حتى الإنسان اللطيف، الإنسان الذوق، عرفتوا يعني. ف نص جدا جميل وذكرى جميلة وفرصة أن نستذكر. أشكر طبعا اللي سووا المونتاج، في ما بذكر أسامي بس بعم كل مكتب الإعلامي أو كل فريق عملي أنا أشكرهم، اللي أنا يعني دائما أقول أنه بدون ما نشكرهم أو بدون ما نقدر جهودهم إحنا بعد يعني نكون مخطئين في حقهم. فأنا هم دائما يقولوا لي ما في داعي تشكرنا، لا أنا بشكركم دائما، شكرا لكل فريق العمل، للي منتج، للي قاعد على الكمبيوتر، للي اختار الفقرة هذه، للي ساهم حتى برأيه، للي شاركونا حتى بآرائهم، لاختيارهم للمهندس الصوت اللي في للحفلة لأغنية الكوكب، وبرضو مهندس الصوت اللي في أغنية بأمر الحب باللغة الهندية اللي هي جدا اكبل او ممكن نسميها متيرا هو سايبا، يعني كثير كثير سعيد. شكرا لجهد مجهودكم، وانا كثير ممتن لجهدكم معي دائما، احبكم كثير يا ربي، وعشرة مباركة عليكم وعشرة مباركة عليكم يا متابعينا، احبكم كثير، شكرا لكرمكم، شكرا لوجودكم هنا معانا، عشرة مباركة ان شاء الله تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، والله يعيد علينا أعوام وأعوام لا فاقدين ولا مفقودين يا حبايبي. تقبل الله صيامكم وعشرة مباركة، وإن شاء الله ترقبوا مفاجآت كثيرة على حساباتي في السوشيال ميديا. أخوكم ومحبكم جواد العلي، تحياتي، السلام عليكم.